قرطاط البحر الأفعواني، ربما للوهلة الأولى تتخيل أنها مجرد أفعى بحرية كغيرها من الأفاعي، إلا أنه إذا صادفك الحظ العثر وتعاملت معها فعليك أن تعلم أنها الأكثر سمية في العالم. ولكن لا تخف، فهي بالرغم من ذلك سهلة الإنقياد جدا وغير عدوانية ونادرة ما تهاجم البشر. ادعمنا بإعجاب للفيديو واشترك بالقناة لمشاهدة القصص بالكامل.